اللي كان يخلص 3 ملايين يولي يخلص 5 ملايين و800 ولا 600. بالفيديو الرئيس الجزائري يفاجئ الجميع ويوجه خطاب للشعب الجزائري ويكشف عن أخبار جديدة تتعلق بالزيادة في الأجور، فاجأت الجميع. لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة. خلال خطاب توجه به للأمة أمام نواب البرلمان بغرفتيه، جدد الرئيس تبون التزامه بالزيادات في الأجور، كما جدد أنها ستصل الزيادة إلى 47%، وذلك عبر مراحل. بصفة عامة توصل إلى في بداية 2024 توصل إلى 47%، يعني اللي كان يخلص 3 ملايين واللي يخلص 5 ملايين و800 ولا 600. وأكد رئيس الجمهورية أنه في بداية 2024 من كان يتقاضى 3 ملايين سيصبح يتقاضى 6 ملايين، في حين أكد على زيادات في منحة البطالة وإعادة مراجعة شروطها قريباً.